أفضل 5 أفلام رسوم متحركة في التاريخ. الأفلام الكرتونية مرغوبة من الكبار والصغار، فهل تتذكر الأفلام التي شاهدتها عندما كنت صغيرا؟ طبعا فإنك لم تنساها نظرا لإنتاجها العالي الجودة وبشخصيتها التي تميزت بالمرونة في الحركة، سمات سلوكية واضحة مما أسهم في ابتداع الأساليب التقنية ومؤثرات الإقناع الحسي التي قامت عليها معايير الجودة التشخيصية لأفلام الرسوم المتحركة. نبدأها بفيلم The Lion King أو الأسد الملك، أروع تحفة ضمت شخصيات ديزني، فالموسيقى جيدة والقصة جميلة، فهو واحد من أعظم الأفلام التي مرت في كل العصور. إنه فيلم محبوب ومرغوب من كل الأعمار، فهو حقا مذهل. توي ستوري أو حكاية لعبة يدور حول قصة كبيرة جدا عن الصداقة، ويتضمن أيضا بعض الفكاهة للكبار، فهو رائع لجميع الأعمار ويستحق أن يكون رقم واحد. فهذا الفيلم من الرسوم المتحركة وهو من تصميم شركة بيكسار ومن إنتاج شركة وولت ديزني عام 1995، ويعتبر حكاية لعبة أول فيلم متكامل صنع بأكمله باستخدام الكمبيوتر وقد صنعه ستيف جوبز. فيلم شريك، فيلم رسوم متحركة فاز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم صور متحركة للعام 2001. قامت شركة دريم ووركس بتنفيذ الرسوم وتوزيعه، ومن إخراج أندرو أدمسون وفيكي جونسون، استند في قصته على رواية خيالية، فهو رائع ومكون من عدة أجزاء ومناسب لكل الأعمار. فيلم وول إي، فيلم رسوم متحركة أمريكي من نوع الخيال العلمي، صدر في عام 2008 من قبل استديوهات بيكسار. تدور أحداث الفيلم حول روبوت وول إي، وهو مصمم لتنظيف الأرض المهجورة والمغطاة بالنفايات في المستقبل البعيد. يقع وول في حب روبوت آخر اسمها إيف، فيتبعها إلى الفضاء الخارجي في مغامرة تغير مصير جنسه والجنس البشري. فيلم أب، فيلم خيالي علمي من إصدار أفلام وولت ديزني في عام 2009، حاز على أوسكار أفضل فيلم للرسوم المتحركة للعام نفسه. الفيلم هو أحد الإنتاجات ثلاثية الأبعاد، ويمكن مشاهدته في السينما أو في المنزل، فتوفر هذه التقنية تجربة محاكاة للواقع الافتراضي. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر إعجابني وترك تعليق.